بتشوفها بتشوف بلد عظيمة بتاريخها بموقعها بفنها بثقافتها بشعبها وناسها، وكان لازم الإنجازات اللي تتعمل على أرضها تليق بمكانتها، لأن هنا مكان مش زي أي مكان، هنا مصر مكان فيه ناس شايفة المستقبل، 100 مليون مواطن عايزين يعيشوا في بلدهم بكرامة. ولما نكون بلد غنية بشبابها كان لازم يكون الاهتمام بيهم وبتعليمهم هو محور تفكيرنا، وبدأت خطط شاملة لتطوير التعليم في كل المراحل. تنمية مستقبل أولادنا من أهم أهدافنا، لأن هم علماء بكرة، هم قادة المستقبل. الأرقام كبيرة والإنجازات ضخمة، لكن نجاحنا الحقيقي إن يحس بيه كل مواطن في بلدنا، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر مكان مش زي أي مكان. نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم. ومصر جميلة، والحقيقة بنتكلم على إنجاز هام جدا قامت به الدولة المصرية مؤخرا، وهو إنشاء معهد خاص بدراسات علوم المسنين. ده بيعتبر المعهد الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى الشرق الأوسط وأيضا على مستوى أفريقيا. هو معهد بيضم كل ما يخص هذه الفئة العمرية، فئة المسنين. والحقيقة زي ما حضراتكم عارفين أنه العالم كله دلوقتي أو فكرة طب المسنين بقت شائعة في عدد كبير من دول العالم وعليها رواج كبير جدا. نقدر نقول أن احنا واحد ضمن 198 معهد متخصص في علوم المسنين على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط. تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع حضراتكم. وضيفنا النهاردة دكتور ياسر سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. طبعا احنا بنهني كل المصريين بإنشاء هذا المعهد. هو تم افتتاحه 14/3/2019، والحقيقة خليني أقول أنه الإعلام لم يلقي عليه الضوء بالشكل الأمثل، وخاصة أنه صرح كبير ومهم ومحتاجينه في المنطقة، وخاصة أنه هو الأول على مستوى الشرق الأوسط. بالظبط. نتكلم بتفاصيل أكتر عن المعهد يا فندم، ادينا فكرة عن معهد دراسات المسنين. هو فكرة الإنشاء بتاعته بدأت سنة 98، كان الدكتور سيد سيف كان يعني هو اللي حط الفكرة بتاعته وقال ليه ما نعملش معهد متخصص زي أوروبا وأمريكا. تمام. كانوا بيعملوا هناك زي تواصل ما بين الكليات المختلفة. المعاهد اللي بره عبارة عن زي معاهد التواصل ما بين الكليات المعنية اللي هي بتقدم خدمة للمسنين، ما بين مثلا زي طب وتمريض والحاجات اللي هي الاجتماعية والنفسية عشان يعملوا طبعا. فالمعاهد اللي بره أكتريتها ليست معهد كإنستيتيوت كامل بيقدم خدمة كاملة أو مستشفى متخصصة أو كده، لا هو كان يعني زي فرع مكتب تنسيقي ما بين أفرع الجامعة كلها اللي هي ليها علاقة بالمسنين. فكانت فكرته ان احنا ننشئ معهد كامل متخصص يضم كل الاقسام وتشرف عليها الكليات المعنية تحت اشرافها، ويبقى ليها اعضاء التدريس وليها اقسام منفصلة، ويصاحب المعهد اللي هو المعهد البحثي، يصاحبه مستشفى متخصص لعلوم المسنين، ويصاحبه قرية ل يعني الاقامة بتاعت المسنين والحاجات الترفيهية بتاعتهم، يبقى قرية متكاملة، وحتى يعني قرية متكاملة ومستشفى ومعهد. ده اللي هو كان المخطط الاولاني بتاعه. قدموا الحقيقة في جامعة القاهرة، وتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص في جامعة القاهرة سنة 2001. والحقيقة قال لك عشان نعمل المعهد لازم يبقى ليه تمويل، فجابوا تمويل وأنشأوا الجمعية المصرية لرعاية المسنين اللي بدأت تمول المركز في جامعة القاهرة، وأنشأت مبنى عبارة عن 5 أدوار على مساحة حوالي زي 1300 متر تقريبا عشان يضم جميع أقسام المعهد. دي كانت المرحلة الأولى،
وبعد ما تم الانشاء او في اثناء الانشاء الدكتور سيد سيف توفى، فكلفني ان انا اكمل المشروع بتاعه. فالحقيقه تواصلنا مع جامعه القاهره ومع الجمعيه المصريه لرعايه المسنين وحاولنا نكمل المشروع هناك، بس خلصنا المبنى واستلمناه، وللاسف يعني جامعه القاهره ما كانش عندها رغبه ان هي تطلع قرار بانشاء المعهد. يعني رئيس الجامعه في هذا الوقت قال استكفينا عندنا 24 كليه ومعهد، فكفايه علينا ال 24 كليه ومعهد اللي جامعه القاهره بيهم، وهي اكبر جامعه في مصر والشرق الاوسط، يعني مش محتاجين ان احنا نتوسع بهذا الكلام. الكلام ده كان في 2012 و2013. الحقيقه يعني عرضت الموضوع على رئيس جامعه بني سويف في 2014، فرحب جدا بالموضوع جدا، وقال دي سياسه الدوله ناحيه انشاء معاهد متخصصه وناحيه انشاء حاجه جديده منفرده. والحقيقه جامعه بني سويف في هذا التوقيت في 2011 و2012 كانت 12 كليه. الدكتور امين لطفي اثناء ما هو ماسكها سلمها سنه 2017 33 كليه، من ضمنهم معهد المسنين. فانا يعني استلمت في 2015 مشرف على المشروع بتاع المعهد وقدمناه في المجلس الاعلى للجامعات. طلع صدر القرار الجمهوري عن طريق مجلس الوزراء في 28 يناير 2017، وبدانا ان احنا نشتغل، وتم الافتتاح من المعهد رسمي في 14/3/2019، وصدر اللائحة بتاعته التنفيذية لسه في شهر 5 اللي فات ده أول امبارح. نتكلم على الأقسام اللي بيضمها المعهد والخدمات اللي بيقدمها للفئة العمرية وفئة المسنين. هو الأقسام احنا معهد مش بس طب، المعهد يضم أقسام من طب ومن تمريض ومن علاج طبيعي ومن تغذية ومن خدمة مجتمع ومن علم نفس ومن فنون ومن هندسة ومن سياحة ومن اقتصاد ومن إعلام ومن حقوق، تمام؟ كل الحاجات دي تحت إشراف الكليات المعنية، يعني كل كلية بتنتدب لي أعضائية التدريس لتدريس المواد بتاعتهم عندنا في المعهد. فاحنا مش بس قسم واحد، احنا يعني 15 قسم، اقسام متنوعه بالزبط. كل ما يخص فئه المسنين، كل ما يخص علوم المسنين المختلفه. الكلام ده يعني عندنا 96 طالب خرجناهم الحمد لله، اخذوا الدبلومات من عندنا وهيكملوا ان شاء الله الدراسات في الكليات المعنيه اللي فيها حاجات تانية بالاشتراك مع معهد المسنين. طيب انا عندي سؤال، يعني ليه تم ادراجه تحت فكره معهد؟ ليه مش كليه مختصه بعلوم المسنين؟ احنا كانت فكرتنا ان احنا نعمله معهد بحثي اكتر منه ان هو يبقى كليه. هو كان المسمى في الاول كمعهد او كليه، قلنا معهد عشان في 189 معهد في العالم كله، فاحنا نبقى تصنيفنا معاهم في 190، ما نبقاش احنا الكليه الوحيده المنفرده على العالم، واحنا معهد دراسات عليا ما عندناش اندر جرادويت. فاحنا بنحضر حاليا بروجرام، بس لسه قدامه فتره كده، يعني بيتعرض على اللجان بتاعه الاقسام المختلفه ان احنا ندخل طلبه عندنا من ثانويه عامه. في هذه الحاله هنحول المعهد الى كليه ان شاء الله فيما بعد. بس لما يعني فكرة موجودة ومطروحة معانا وشغالين عليها بقالنا سنتين لغاية دلوقتي، بس لسه يعني الفكرة يعني ما اكتملتش، فمش قادرين ان احنا نقول ان احنا نحولها الكلية الا لما نحوله من نقدر ناخد طلبة من ثانوية عامة وخريج من ثانوية عامة، يبقى ساعتها تبقى كلية زيها زي كليات الجامعة. يعني هو لغاية دلوقتي هو بيمنح شهادات الدراسات العليا. نتكلم برضو على استراتيجية المعهد في هذه الفترة وفكرة التوسع، لأنه طبعا فكرة هايلة ومطلوبة جدا، وزي ما قلنا العالم كله دلوقتي بيتجه لهذه الفكرة بالزبط. لأنه هو احنا السنة اللي فاتت أو قبل السنة اللي قبل اللي فاتت في آخرها مضينا بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن، إن هي كانت وزارة التضامن عايزة تعمل مشروع اسمه رفيق المسن، دورات بتقدمها عشان يبقى في وظيفة إن في واحد يقدر يتعامل مع المسنين سواء في دور المسنين أو في البيوت أو في المراكز الخاصة أو الحاجات اللي زي كده. فمضينا معاهم بروتوكول، وفي ثلاث جمعيات ساهموا في
تدريب المسنين تحت إشراف المعهد وتحت إشراف الوزارة، وتم منحهم الكلام ده من قيمة على شهر 10 أو 11 اللي فات في الاحتفالية بتاعت اليوم العالمي للمسنين. الشهادات بتاعتهم بتاعت أول مجموعة خلصت الدورات بتاعت رفيق المسن، فدي أكبر مشاركة معانا شاركناها مع وزارة التضامن. والحقيقة احنا حاطين عندنا 5 كورسات أو دورات تدريبية بنجهزهم حاليا عشان ننزلهم في الفترة الجاية، اللي هي الدورة بتاعت رفيق المسن اللي هو الناس اللي هتشتغل مع المسنين، الدورة بتاعت أبناء المسن يعني الناس اللي هي مقيمة مع المسنين أو بيخدموهم، بنديهم دورة مكثفة كده ازاي يتعامل مع المسن، الناحية النفسية، الناحية البيئية، الناحية الخدمية، السيفتي بتاعت المسنين عاملة ازاي، الناحية العلاجات ياخدها امتى وما ياخدهاش امتى. بنحاول ان احنا نعمل له زي دورة ازاي ان هو يخدم اهله بطريقة محترفة زي البروفيشنالز يعني. الحاجة الثانية الناس المسنة اللي هي طلعت المعاش، بنعمل لهم دورة اسمها المسن المنتج. يعني ايه المسن المنتج؟ يعني هو كان بيشتغل وظيفة وطلع فيها معاش ولسه عنده صحته كويسة، قدرة عطاء، فنستغل الخبرات بتاعته في الناحيات استشارية وناحيات يعني كخبرة يعني، او ان احنا نأهله ان هو يشتغل شغلانة تانية يقدر فيها من خلالها ان هو ينتج ويقدر يشتغل ويجيب له دخل هو ليه واهله. عظيم. وفي الدورة الاخيرة اللي هي ادارة المؤسسات بتاعت المسنين، دي ده برضو دورة تدريبية من ضمن الدورة للعاملين اللي هم هيديروا دور مسنين او نوادي مسنين او حاجات زي كده. طيب نعرف برضو كيفية الالتحاق بالمعهد ووصوله لفئات اكبر من المواطنين. هو حاليا فتح باب الدراسات العليا بيتم في الجامعة في المعهد عندنا في شهر اغسطس وسبتمبر، فاحنا منتظرين ان شاء الله شهر اغسطس يجي عشان نبدا نفتح اللي هو الدراسه للناس الجديده ان هي تقدم لنا. هو في طلبات ناس كتير بتقدم على الفيسبوك وعلى موقع الجامعه بيسالوا على التقديم، بس هو طبعا ميعاد التقديم عندنا في شهر اغسطس، فمنتظرين شهر اغسطس ان شاء الله عشان نفتح تقديم جديد باذن الله ان شاء الله. من وجهه نظر حضرتك واكيد انتوا اجريتوا العديد من الدراسات حول الفائده المجتمعيه من اقامه مثل هذه المعاهد الخاصه بعلوم المسنين، الفايدة المجتمعية اللي هتعود على المجتمع المصري. هو طبعا بنحاول ان احنا ندي تخصصات بينية وتخصصات علمية جديدة في المجال بتاع المسنين، لان هو يعني المتوسط عمر المسنين سنة 50 كان 49 سنة. حاليا احنا متوسط عمر الانسان في مصر 72 سنة، ف 72 سنة ده مسن. طبعا التقدم العلمي والتقدم يعني العام في مصر باختلاف الدرجات من مصر لغاية دلوقتي، ده خلى طبعا المتوسط بتاع السن يرتفع من 49. أفريقيا معظمهم في الأربعينات والخمسينات لسه، فإحنا يعتبر من أكثر الدول الأفريقية ارتفاعا في السن الأعمار يعني. فدي هتعمل عندنا زي أوروبا، بنحاول ان احنا نحل مشكلتهم من بدري قبل ما نخش في المشكله زي اوروبا لما بداوا يلجؤوا لها متاخر يعني، فعايزين نحلها بدري قبل اوروبا. احنا دلوقتي حاليا في مصر في 7% من تعداد السكان في مصر مسنين، فطبعا ده عدد كبير مش قليل وبيزيد تدريجيا سنويا يعني. وهو الحقيقه يعني حتى ولو كان بيكبر السن فايضا الخبره بتكبر معاه، فبالتالي طبعا لازم برضو يعني مهم جدا الفرع اللي حضرتك ذكرته ان يكون في طاقات انتاجيه او تحويل مسار. لازم نستغل المسنين بخبراتهم، مش بس ان هو طلع معاش هيقعد في البيت وخلاص، لا لازم نستغله في ان هو يدينا العلم اللي انتفع بيه والمعرفه اللي انتفع بيها وخبراته، لازم نستغلها في الدوله. اكيد طبعا بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق، وان شاء الله يا رب باذن الله في تقدم مستمر إن شاء الله. ونتابع مع حضرتك هذا الملف لانه بيعتبر من الانجازات الهامه جدا الحقيقه، لازم نتكلم عليها ونلقي عليها الضوء اعلاميا، لانه بيعتبر المعهد الاول على مستوى مصر والشرق الاوسط وايضا افريقيا، فبالتالي احنا هيبقى عندنا خبرات كمان نقدر نحنا نصدر الخبرات للدول المدوره. بالظبط. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم والفقرة القادمة عن انتخابات مجلس الشيوخ.